وينك يا شفت الكل؟ هون ابن عمي بالمطبخ. يا سلام، وشو عم تعملي بمطبخ النجوم؟ عم شوف كل نجم شو عم يطبخ. لك تعال تعال ساعدني. يلا لك جاي لحتى ساعدك واتعلم من مطبخ النجوم. مطبخ النجوم كل يوم طبخة وكمان محلاية. بوزة ومحلاية. مع تحيات مازن لطفي. يسلم هالتم يا ست الكل. هذا البرنامج برعاية رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير لكل الجاليات العربية في أمريكا. باسمي أنا علي البغدادي وشريكي فادي بهنام وكل كادر مطعم حشتار، أعاده الله على الجميع باليوم والخير والسلام والأمان. تحياتي أنا علي بغدادي، في أمان الله. بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار مطعم أهل البيت والخطار. 36515 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585. مرة تانية بقول كل عام وأنتم بخير في المغترب، في الأمريكتين، في آسيا، في أوروبا، في أفريقيا، إلى كل المسلمين وكل العرب في العالم بمناسبة الشهر الكريم. يسعدني سعادة كبيرة أن تكون ضيفتي اليوم في هذه الحلقة الفنانة المغربية النجمة المعروفة ماجدة الكيلاني. أختي الكريمة ست ماجدة، برحب فيك مرة تانية وأهلا وسهلا فيك وبالشعب المغربي العظيم، الشعب المسلم. بداية لو سمحتي تعطينا فكرة بسيطة عن الطقوس في المغرب بشهر رمضان المبارك، الطقوس والعادات لو سمحتي، تفضلي. سيد مازن، سعيدة جدا بالتواصل معك ومع كل مستمعيك من مختلف أرجاء العالم، سواء العرب المقيمين في الدول العربية أو حتى العرب المغتربين. هذه فرصة نقول لكم رمضان كريم بصحة والسلامة والمغفرة والسلام على كل أوطاننا العربية وعلى كل المسلمين. شهر رمضان هو شهر الحب، شهر الأخوة، شهر التضامن، شهر المغفرة، شهر الروحانيات، وكذلك شهر الوجبات العائلية، شهر الإبداع في المطبخ. احنا في المغرب بصراحة عندنا رمضان شهر مختلف تماما، بحيث أن كل عاداتنا وتقاليدنا ويومياتنا كتبدل 180 درجة في هذا الشهر، من أول يعني الصباح إلى الفجر، طقوس وعادات مختلفة. وأنا كندعو جميع العرب والمسلمين لزيارة المغرب خصوصا في شهر رمضان، لأن غتعيشوا طقوس مميزة جدا. شكرا، شكرا جزيلا. الآن لو سمحتي تحكي لنا عن المطبخ المغربي، الحريرة اللي مشهورة عندكم، الشوربة الظريفة المتنوعة. تفضلي، الميكروفون معك، لا أريد أن أطيل عليك، تفضلي، أهلا وسهلا فيك. فيما يخص سؤالك سيد مازن على عاداتنا وتقاليدنا ومطبخنا، فالمطبخ المغربي هو مطبخ يعني منتشر ماشي فقط عربيا ولكن عالميا.
بس في شهر رمضان عندنا طقوس خاصة وعندنا أطباق كتحضر بالضبط في هذا الشهر. أشهر أطباقنا هي الحريرة، هي شوربة يعني بحال الشوربات اللي كنشربوا عادة، ولكن هي مختلفة على الشوربات اللي كاينة في الوطن العربي. أنا منفتحة على بزاف ديال المطابخ عربية، سورية، مصرية، لبنانية، تونسية، ولكن الحريرة المغربية خاصة جدا. بالنسبة للمقادير أو طريقة الطهو، هي عبارة عن شوربة كتصوب من الحمص، من العدس، من الشعرية، من البصل، من مجموعة من المكونات بحال الطحين، أيضا توابل بحال الإبزار أو الإبزار أو الملح، طبعا الخرقوم، كلها تمزج بالإضافة إلى قطع لحم صغيرة، وتمزج كلها مع الماء وتطبخ لمدة نوعا ما طويلة على ما كتمزج العناصر. وكنضيفه من بعد طماطم مطحونة، من بعدها القزبر، البقدونس، الكرافس، وهكا كيكون عندنا يعني من بعد ما كتطيب أو كتستوي كيكون عندنا شوربة غنية يعني فيها كل المواد الضرورية. وهي أول حاجة كنبدأ بها أو كنفتتح بها مائدتنا في الإفطار، وأول حاجة كيفطر بها المغربي، وهي ضرورية وترافق بحلوة سميتها الشباكية. هي كتكون يعني حلوة عادية مغطسة في العسل. مرة تانية أعزائي المستمعين، وبعد هذا الفاصل الظريف نرجع نحكي مع الفنانة المغربية النجمة ماجدة الكيلاني. وهلأ أريد أن أسألك عن العصائر المغربية المتنوعة والشهيرة والفواكه المغربية أيضا. تفضلي، أهلا وسهلا فيك، الميكروفون مع حضرتك. بالنسبة للعصائر في المغرب والمشروبات، عندنا في الحقيقة ما احنا دولة يعني فيها خضر، فيها فواكه، فيها يعني طازجة، فاحنا دائما حريصين في المائدة على مائدة الإفطار كيكونوا فواكه وكيكونوا يعني مشروبات طبيعية، إما بالحليب وإما بالليمون. مثلا عصير الليمون لوحده، العصير الليمون بالفراولة، كذلك عصير الحليب بالأفوكا، أو عصير الحليب بالموز. هادو أهم يعني المشروبات اللي كتكون في وجبة الإفطار على أساس أنها مغذية وأنها منعشة وأنها غنية بالفيتامينات. شو رأيك نتحدث الآن عن لمة العيلة على الإفطار؟ طبعا هي الطقوس يعني موجودة في كل البلدان العربية، لكن أكيد عندكم في المغرب يوجد شيء مميز، حبذا لو تحدثينا عنها وعن طبيعة الطقوس الدينية، صلاة المغرب، صلاة التراويح، العشاء، اتفضلي. بالنسبة للمة العيلة، فأكيد في المغرب الجمعة ديالنا حتى لو كنا مثلا في الأيام العادية ما كنتجمعوش، ولكن في شهر رمضان كنكونوا حريصين على الوجبات الأسرية والعائلية، لأن رمضان في الحقيقة الإفطار مع الأسرة وذاك صلاة المغرب جماعة عندها طعم خاص. احنا اليوم اللي كنجتمعوا فيه ضروري هو بحالكم بحال يمكن الشعوب العربية، هو يوم الجمعة. احنا عندنا في المغرب الجمعة هو يوم الكسكس حتى في الأيام العادية، فكنحافظوا على هذه العادة حتى في شهر رمضان، نجتمع على الكسكس المغربي بسبع خضاري يعني بسبعة أنواع من الخضر. فهذه عادتنا يعني على اللمة العائلية، وطبعا الكسكس كيجمعنا. أنا أول شيء بدي أتشكرك ووجه تحية لكل الأصدقاء الفنانين في المغرب العربي المسلم. الشكر موصول لك أستاذ مازن على هذه الدعوة الكريمة، وكل عام يا رب والأمة العربية والإسلامية بألف خير. انطرونا بحلقة جديدة مع مطبخ النجوم، أطيب طبخة، وإلى اللقاء مع
مطبخ النجوم. مع تحيات مازن لطفي.